المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال أوصوا بدعم وتشجيع البحث العلمي في تقديم حلول مستقبلية للحد من مخاطر الأزمات المتوقعة للتخفيف من آثارها الاقتصادية على الدول والمجتمعات. والمؤتمر نظم تحت عنوان بيئة المال والأعمال والتنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا. تم افتتاح مؤتمر بيئة المال والأعمال والتنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا في جامعة الحسين بن طلال ممثلة بكلية الإدارة والاقتصاد هذا اليوم. يناقش المؤتمر مجموعة من البحوث على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وبشراكة ما بين الجامعة ومؤسسات القطاع العام والخاص في المملكة. المشاركة هذه يتوقع منها أنه نخرج بتوصيات قابلة للتطبيق بشراكة ما بين مختلف الجهات، لأنه يتوقع أن نخرج بتوصيات تعالج البيئة الاستثمارية في المملكة وإمكانيات التعافي في ما بعد جائحة كورونا. وهذا المؤتمر يعني من المؤتمرات اللي تعتبر رائدة في هذا المجال، ونشكر جامعة الحسين على هذا الاشتراك. طبعا احنا جينا اكثر من ورقة عمل بهذا المؤتمر اللي هي حول بيئة الأعمال والريادة في الأردن في ظل جائحة كورونا والنتائج اللي حصلت خلال الفترة اللي مرينا فيها كلياتنا والظروف البيئية لمنظمات الأعمال في هذه الفترة. مع انتهاء تقريبا يعني جائحة كورونا التي أثرت على العالم أجمع، يعني كان لابد لنا من يعني إنجاز في كلية إدارة أعمال الاقتصاد إنجاز هذا المؤتمر الذي هو حقيقة يمثل انطلاقة أولى لسلسلة المؤتمرات التي تنوي الكلية إن شاء الله إقامتها في المستقبل. الهدف الرئيس حقيقة من هذا المؤتمر هو البحث في بيئة المال والأعمال والتنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا، وذلك لدراسة يعني الفرص والتهديدات الناتجة عن هذه الجائحة، ونأمل أن تساهم البحوث في إلقاء الضوء حقيقة على بعض الآثار التي ترتبت على هذه الجائحة العالمية وانكشاف هشاشة سلاسل التوريد التقليدية.